نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ومعانا على التليفون مباشره من ملعب مباراه زميلنا العزيز امير هشام. مساء الخير يا امير. مساء النور عليك يا كابتن ايمن، تحياتي ليك ولضيوفك ولكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. ربنا يخليك يا حبيبي، طمني ايه الاجواء عندك وطمني بقى على الجمهور اخباره ايه؟ لا اطمن خالص على موضوع الجمهور، بصراحه النهارده جمهور الاهلي مالي المدرجات، حتى هذه اللحظه لم تكتمل المدرجات بشكل كامل، لكن الاغلبيه العظمى لم يكن كل الموجودين والحضور والمشجعين اهلاويه، عدد قليل جدا من جماهير الهلال يعني متوزع على المدرجات بتاعه الملعب. ده عكس المباراه اللي فاتت تماما. تماما 100%، فجمهور الاهلي اكثر بكثير طبقا للموجودين حتى الان، يعني تقريبا ناقص ثلث ساعه على المباراه، واكيد ان شاء الله باذن الله العدد هيزيد اكثر من كده وهيبقى فيه حضور اكثر من كده من جماهير النادي الاهلي. باذن الله ربنا. حاجه مبشره اكيد وشيء ايجابي جدا للمباراه دي. ان شاء الله باذن الله باذن الله الاهلي يكون موفق في الماتش ده، وان شاء الله باذن الله نقدر نفوز بالميداليه البرونزيه، واكيد في صور عندك في الملعب دلوقتي يا كابتن ايمن خاصه بالجماهير والحضور حتى هذه اللحظه، وخليني اقول لك ان شاء الله على ميعاد المباراه، لان درجات الحراره مرتفعه دلوقتي المباراه بشكل مبكر شويه، فالشمس ضاربه في الملعب كله، فممكن يعني يكون الجماهير مستنيه يعني موعد انطلاق المباراه او قبل المباراه بخمس دقائق، ويبقى العدد اكتمل باذن الله. باذن الله مبشر جدا يعني. طمني بقى كالعاده قبل كل مباراه على الحاله الفنيه والمعنويه للاعبين. لا يعني الحاله الفنيه والمعنويه جيده جدا طبعا، بعد الاخفاق امام بالميرس يعني كان في حاله من الحزن الكبير، لان الطموح كان حتى رغم الظروف الطموح كان واصل للمباراه النهائيه، لكن ما كانش في توفيق، ويعني تفاصيل صغيره هي اللي اثرت على الاهلي في المباراه دي، لكن في كل الاحوال الكل يعني فتح صفحه جديده وركز في مباراه الهلال من ثاني يوم على طول من ماتش بالدراس، ويعني اللعيبه كلها عبد العزم على ان شاء الله باذن الله يفرحوا جماهير النادي الاهلي من خلال الفوز ماتش النهارده، وتبقى يعني ميداليه برونزيه للسنه الثانيه على التوالي والثالثه في تاريخ النادي الاهلي، ده الهدف الحالي بالنسبه للمجموعه دي، لكن مش ده طبعا الهدف الاكبر والازمه الخاص بالوصول للمباراه النهائيه السنه الجايه، وكل الحديث ما بين اللاعبين والجهاز الفني بشكل عام ومستر فيكتور موسيماني هو في كيفيه الوصول لكاس العالم المره الثالثه على التوالي، والوصول كمان للمباراه النهائيه، لان ده الحلم الاكبر بالنسبه لكل صحيح، ولكن واجهتنا بعض الظروف الصعبه الدوره ديت، فبصراحه يعني كانت الظروف مش لصالح النادي الاهلي بصراحه. طبعا 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 ده كان امر ملحوظ والكل واخد باله من كده، يعني حتى يا كابتن ايمن كل الانديه اللي بتشارك في البطوله السنه دي بمديرها الفني بكل الجماهير حتى كلمت مع بعض كده كله عارف، بيقول احنا عارفين ان الاهلي ناقص، ورغم كده قدر ان هو يعدي مونتيري، فيعني احنا استغربنا جدا بروح اللعيبه في الملعب، وعارفين ان الاهلي رغم كل الظروف دي قدر ان هو يعمل بطوله جيده، لكن لو الاهلي كان مكتمل العدد كان الكلام هيبقى مختلف تماما، يعني بالتحديد كمان في مباراه بالميرس، لان احنا كمان في المباراه دي كنا قريبين والله يا كابتن ايمن، لكن هو ما كانش فيه توفيق. مظبوط. الشوط الثاني تحديدا كنا كويسين جدا، يعني الظروف للاسف كلها عند النادي الاهلي في البطوله دي، لكن التحضيرات هتفضل مستمره لحد ما يتحقق الحلم باذن الله، ليه لا ما ناخدش البطوله دي هو باذن الله وان شاء الله يا امير نحافظ على المركز الثالث والميداليه البرونزيه ان شاء الله النهارده. يا رب يا رب ان شاء الله، اللعيبه مركزه يا كابتن ايمن، وان شاء الله باذن الله يفرحونا النهارده باذن الله. باذن الله ونبارك لبعض بعد المباراه ان شاء الله يا حبيبي. شكرا شكرا جزيلا زميلنا العزيز امير هشام، شكرا يا حبيبي، الف شكر.